وي دلفينيدا، قولي صباح الخير. اليوم انت اللي غادي تبداي معنا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح الفنون. الفنون. صافي لينا شويه وغادي تطلق. صباح الخير عليكم البنات. صباح النور لينا الزوينه، راه كتفطر مع نورها. انت مشات لنا لينا مدرسه. صافي عرفتي مشات للمدرسه مزيان. المهم غادي نفطروا الكبيدات والنوض ونشوفوا شنو غادي نقضي بك علينا. انا طلعت دابا للفوق، لقيت البنات سبقوني، كان كيحساب ليا واش في بيت نورهان. الساعه لينا في بلاصه حدايا، بيت مخشاها معايا معايا، خليتها ناعسه وحبطت انا صايبت الفطور. هبطات فطرات وسبقتني وشوتها ترسم عندها موهبه ديال الرسم. لينا لينا زوينة، لينا تترسم بنتي. اه شنو هي هذيك لينا؟ نورها رسمتها ليا. النور هاللي رسمتها تيحسب ليا، شتي اللي رسمتيها وتعرفي تاتي ترسمي. ها ترسمي لنا شي حاجه اخرى نشوفها اختي، وقولها دايره بنتي، بنتي اللي عندها موهبه الرسم. هاي 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 يلا البنات، هبطنا تسنينا نادى حتى جات من المدرسة. رجعت درت الطوموبيل، درت لها أمارش باش تسخن واحد شوية، حيت فاش ديك المرة فاش كنت غادية عند حنان أختي الطوموبيل عقلت فاش كانت كتسخن، وعطيتها لراجل أختي داليا الميكانيك. صراحة هذاك آخر ميكانيك ليا الله يعمر ليه الدار، وعرفت شنو حيد لها شي لعيبة ديال ما عقلتش شنو اللي قال لي راجل اختي بالضبط. قال لي فاش وصل وقيته ديال البرد ديها يديروا الكحتي، والمهم حتى رجع لذاك الاوديو اللي صيفط ليا وانا نسيتها ما بقيتش ديتها. وفاش مشيت يعني مؤخرا عندهم، فاش مشيت الايكيا ويقول لي راجل اختي بقاي فاش تفقي مع الصباح يكون البرد بزاف ديريها تسخن واحد شويه امارش عاد ديماري. المهم راه كاين الجو ديال الشتا وكاين الضباب اختي، غادي نتحركوا ان شاء الله. حنايا وصلنا لينا معانا. لينا تعقلي على عمي عبد الرحيم؟ ها تعقلي ليه نزورو؟ نزورو اش كيجي بابا راجل عمتها. يلا نمشيو نزورو نشوفو، لان ندير لبناتي واحد المفاجاه. المهم داكشي اللي اخر نهار في 2022 عاد تمو غادي النور هاد البابا تجري. لا هاد البابا بنتي بسم الله عليك. واحد الشجره كانت هنا كبيره. شجره؟ ايه كانت هنا. لا ماشي هنا. يلا نور هاد هذيك راه تجري. الله اكبر. المرأة اللي مكلفة مكلفة هي وراجلها. السلام عليكم. سلام لاباس بخير؟ السلام لاباس هانية كي دايرين؟ هذه السيدة البنات اللي اللي مقابلة الروضة. بناتي فرحانات. بناتي فرحانات. ها دوي اسكت ندى. هادشي اللي كان باغي باباك ياك؟ صافي قديتي لي سكسي سكسي. هادشي اللي كنتي باغا. المهم ندى فرحه مع البكا مع سميتو، عجبها الحال بزاف. وها هو سقاو الناس هادو مكلفين بالروضه هنايا وبالقبوره، يعني تيتهلاو فيهم الناس مساكن تا هما. هي الله يحسن العوان وتيبقاو يسقيو هكا الشجرات القبوره. ندى بغيتي هاد الحجيرات هادو بنتي يكونوا مصبوغين تا هما بحال القبر ديال باباك ان شاء الله. هذا بنيتي غادي ترتاح على باباها. اجي لهنايا ندى عد رجليه باش يحس بك بنتي. صافي هو باباك الله يرحمه كان عزيز عليه الشجار وعزيز عليه الغرس. واش ماما واش دابا حيدوا لي كاع كلشي اللي كان عنده وعاوتاني وعاودوا قادوا حيدوا شرع دوك؟ لا من الفوق اللي قادوا هذا الحجر هذا وقادوا لي الغرس. كنت البنات هضرت معاهم
على حساب باش نقاد القبر، لان نادا شحال من مره من نهار مات بابا هي كتقول يا ماما نقادوا البابا القبر نصبغه نعاودوه. اصلا راجلي الله يرحمه البنات كنا فين ما كنجيو لهنايا الروضه كنبداو كنزورو الام ديالو ولا الاب ديالو، كانت حدا عقلتي انا داك الشجره، كان تيقول لواحد العساس يبقى يضحك معاه تيقول لي الا مت دفني عافاك تحت هاد الشجره تضلل عليا الله يرحم لك الوالدين. ايوا صافي عزيز عليه الشجر عند راسو تيبغي هو يا الشجر. ونادا بقات كتقول لي كل مره ماما عافاك ماما شجره البابا نديرو البابا الغرس. ايوا صافي وليت قديت لي شجيره غادي نكلف هاد المراه مسكينه هي وراجلها يبقاو يديروا يبقاو يسقيوها ويسقيو ليها هاد الغرس. ندير لك انا داشي كرسي ولا بلاش بحال كيف ما هنايا بنات راه دايرين حدا القبوره كل كراسه باش لا جا شي حد يجلس يقرا لي القران ولا مزيان. صافي دابا بنتي ارتاحيتي على باباك نمشيو ها؟ اش دابا بغات تبقى جالسه؟ لا بنتي راه خاطك عندها القرايه نور هرتي عجبها الحال الجره ودا هنايا ترتاحوا. نادا دابا الحمد لله ملي ارتاحت على بابا الحمد لله. دابا تبقاش كل مره تبكي صباح غادي معانا. انتوا تفرقوا على الدريه البنات با يوريو ليها واحد القبر بغات يلاه نزورهم ولا لا. هيا هيا غادي الدريات عدي صافي اطمئن بالهم على باباهم وارتاحوا شويه راه غادي الجاري اللي معاهم. انت بغيتي نمشي صافي غتهلاو ليا في القبر الله يرحم ليكم الوالدين. واحد واحد المراه هي ياك راجلك هذا ولا عاد يكون خدامه معاه عرفتي الله عمر ليهم الدار البنات الله يرحم ليكم الوالدين اصحاب الجاليه وداك الشيء اللي كيجي وبقاو تهلاو فيهم ساكن حتى هما يضربوا تمار على الطرف ديال الخبز كل واحد وكيفاش الله سبحانه وتعالى كتب ليه باش ياكل الطرف ديال الخبز. اللي جا زار هنا الروضه سميتو ما فيها باس توليو تدوروا معاهم شويه اقسم الله اقسم الله والله يرحم لكم الوالدين اللهم امين قبل من كل شيء والله يرحم لكم الوالدين. يلا السلام عليكم الله يعاونكم بنات دابا عاد فرحانين يلا هادشي يقول لينا شوف راه بحال هادو تيديروا شتو البنات كيديروا الكراسه جلسي راه كيديروا عند الرجلين ديال الميت هنايا لا راه غا كرسي باش اللي جا من عائلتها يزورها ولا يقرا عليها القران تيجلس ماشي من عائلتها واه محمد تسكت بنتي والله تشوف راه حتى واحد القبره لينا لقيناه بالسميه والكنيه ديال امك لالاك غنديرو نوري لك عرفتو البنات ديك المره فاش جينا لقينا قبر بسميه ماما وكنيتها مشاو نزورو امي سير بنتي راه امك لالاك من نهار قلنا لها هي مخلوعه بحالها تتشبه ليها. انا راه جيت قبيله بقيت واقفه وبناتي بقاو في الروضه تيعجبهم الحال خصوصا في الوقت بارد حال بارد تعجبهم الحال يجيو ويبقاو جالسين حدا باباهم ويبقاو يتعاودوا ويبقاو وليني دابا ملي ارتاح بالهم غنبقى غير انايا نجي هكايا مره بحال ما داكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى لهاد الناس اللي كاينين هنايا وما يبقاو يسقيو وسميتو مهلين في القبر وما البنات ما يبقاوش يجيو. دابا مشات حتى العام الجاي ولا عاد الى جدي فاش ما تبقاو كل نهار جايين من الروضة كل سيمانة شديتوني بهاد ياك وانت راكي خطيرة براسك دابا عاد ارتاحي فيا فرحتي وعجبتك عالية لا انا شريت الليمة كبيضة ديالي هاد المرة هاد المرة النوبة في امك لالاك نجيبوها تزور خلعتيني اش قلتي لي جيبها تزوري وعزيزك على طفيت حيت البارحه البنات كان تيهضر معايا السي محمد خويا قلت لي والله ليلى قلت لهم الا فاش كتجي تزوري المقبره وسميتو الا كترتاحي
شو انا يا راه هذا خص البوله خصني نبدلوه شحال مع الشمس واه مع الشمس ولا بحال موسخ هو راه ما موسخش غير شحال بالشمس. يلا اختي تحركوا على بركه الله. ماشي لي مصاصه هداك اختي هداك حيدي التليفون هاد سليح فانا ولا الضحك بلا ضحك ماك اختي فهاد الغاوته هو نخلعك زعما ها يلا 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 ندير لك ما تاكلي قبل ما تمشي للسوايع. امك تخلع شي لما تخلع. ديت الكبيده ديال لينا سميتها لينا لينا الحبيبه اجي اختي تحيدي السبنجيلة ديت لينا كبيده وتقدى داكشي اللي بغات بنتي قول لي حتى الحلوى ما ديالكش ديال لينا ياك خد تقولها قالك سير اختي شوفي لينا كبيده ديالي حط السبرديله ولبسي البانطوفق واجي باش نصايبو الفريت ونصايبو البنتي داكشي اللي كتبغي ليناتي بديت دابا كنصايب في الغداء زكا 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 يلا يلا درت الفريت زكا عزكا نورهان دابا كلها زكا بلاتي نورهان حطي هنا وزكاي كلها وشنو اللي بغات واخا سيري حيدي عرفتي العصير ما داروا لي حتى دقيقه نورهان ولينا سير سميتو بعد المرات كناكلو بزاف درت ليهم الفريت نورهان لصقت على هذا لينا بغات الحلوى المهم كل واحد اللي بغى شي حاجه تقديتها لي نقادو الخواطر وصافي عندنا لينا ضيفه خصنا نتهلاو فيها قلت لك لينا بغات حتى هي كاسكروط حبيبتي تبغي الفريت تبغي هادشي حنا نصايبو لها ديالو ديال الرسوم نورهان لمسيش يلا حيدي نقصي الصوت نقصي اختي الصوت لينا زوينه داكشي اللي كتبغي دارت ولا حبيبتها ياك هادشي هو اللي كتبغي صافي دابا انايا رقم واحد ها انا زوينه ولا خايبه لينا زوينه بزاف اللي شويه يا اختي الكويده ديالي كل حبيبتي بصحتك وبراحتك هذاك على افوكا تشربي حتى العصير ولا لا المهم درت ليهم كاسكروطات فيهم داك ستيك ديال الدجاج فيه الفرماج البنات والفريت وسميتو العصير نورهان واخا تتغيبن بغات المناضه قلت لها انا لا سميتو بندير العصير هذيك عشيه تاكلوها مع الحلوى مع لينا البنات داكشي علاش جات قالت لسي محمد خليني نمشي مع حبيبتي دير لي الحلوى ودير لي صافي فاش جات كنت مصايبه انا لي كاب كيك تنديرهم هكا في العشيه لقوتي البنات وتسالا والكاب كيك قالت ليهم الزواق لينا ياك قلتي لي بالزواق صافي وتسالا وقالت لك حبيبتي بغيت منهم ايوا تقديت ليها قالت لك بغيتي حليوه خطيتها على بنيتي مسكينه جات عند حبيبتها تهلا فيها حتى الرجع الامانه لموليها يلا ناكلوا دابا البنات شي القص طلعت البنات للفوق من بعد ما تغداو نورهان ولينا وبقيت كنهضر مع عتيقه اختي باركت ليها السنه الجديده صونيتي على حنان اختي لقيتها ما داخلاش اي يا حنان اختي نهضر معاها وحنونه هدرتي اختي مع حنان اختي وباركنا ليها السنه الجديده كيف ما غادي نبارك عليكم حتى نتومايا هالكبيدات ديالي لانكم اخواتاتي وحباباتي وصحاباتي وغادي تبقاو دائما المتتبعات ديالي العائله ديالي الثانيه عشتوا معايا في هاد 2022 بزاف ديال الحوايج اللي زوينين قد ما بكيتوا معايا في 2019 و2020 قد ما ضحكتوا معايا وفرحتوا معايا في 2022 الله يرزق 2023 تدخل عندنا بالصحه والسلامه وبطولة العمر ان شاء الله وكاع داكشي اللي تمنيتوه البنات تحققوه ان شاء الله 2022 هي فين شريت الدار لبناتي 2022 هي فين بديت الاصلاحات 2022 فين تحققوا الامنيات ديالنا ضو نورهان مازال ان شاء الله الله يعطينا الصحه والسلامه والجهد يا ربي باش نكمل ليهم داكشي اللي بقى خاصهم والله يعطيكم حتى نتوما باش تكونوا مع وليداتكم يا رب العالمين 2022 كانوا فيها بزاف ديال الاحداث البنات
والحمد لله الحمد لله زوينة أكثر من الخايبة. 2022 تعرفت على بزاف ديال الناس اللي أغلبهم متتبعات ديالي، تلاقيت بهم 2022 بزاف ديال الدعوات اللي سمعت من عندكم اللي فعلا كانوا كيفرحوني وكانوا كيشجعوني، كنقول انه مازال الخير في الدنيا ومازال مازال الناس الزوينين كاينين. الحمد لله اللهم لك الحمد، الله سبحانه وتعالى فاش كيحبب شي انسان كيحبب فيه الخلق ديالو. المهم البنات، كان اخر نهار في 2022 كيف ما شفتوا حققت الامنيه ديال الراجل الله يرحمه، حققت ليه داكشي اللي كان باغي، ماشي بواحد الصدفه البنات ولا زعما كاين انا غير بغيت ندير هكا، كل هذه كانت الامنيه ديال راجلي. كنا كنجيو انا وياه، كنمشيو للروضه، كنا كنمشيو للروضه كنزورو الام ديالو الاب ديالو. كان واحد صاحبه راه مات قبل من راجلي الله يرحمه، كان هو وراجلي تكون معانا، تيقول ليه واحد الشجره بغيت تيوصي العساس، تقول ليه شوفي الا مت الله يرحم لك الوالدين دفنوني تحت الشجره دي تضل لي على راسي، تيقول لي راجلي لا انا اللي بغيت تدفن. تيبقاو يضحكوا. شاءت الاقدار البنات ان داك السيد راه سميتو مطرب الحلاق، الناس ديال قبيصه عارفينو انه مات سنوات قبل من راجلي الله يرحمه، وتدفن سبحان الله العلي العظيم تدفن تحت هذيك الشجره. فاش من بعد كنمشيو انا وراجلي تنزورو الام ديالو الاب ديالو، تقول لي شوفي صباح سبحان الله مطرب تدفن هنايا تحت الشجره، وتيبقى يضحك مع العساس وكيقول لي شوف دفنتي صاحبي هنايا وتا انا دفنني هنايا راه تا انا عزيز عليا ضل ليا الشجره. وكنت كنقول لي شوف عبد الرحيم راه الانسان راه كيدي معاه غير الاعمال والافعال ديالو، راه ما كتبقى تنفع لا شجره لا حتى شي حاجه من غير ضل الله سبحانه وتعالى الا كان الانسان مزيان ومتقي الله. تيقول لي لا صباح الله يتعزيز عليا الشجره وهذه وديك. وفاش كنرجعوا للدار تنبقاو نضحكوا، تيقول لي شوفي الا مت الله يرحم لك الوالدين شوفي لي شي بلايصه تكون مزيانه وشوفي لي شي شجيره تحت راسي. وهاد تنقول لي شوف انا تقليد الله مقلدك اخويا، الا متي لا سبقتك ديني دفني في سوق السبت حدا بويا لا دفني هنايا. تنقول لي وتا الا سبقتيني غديك لسوق السبت. تيقول لي والله تنوض بالقبر ونجي هكاك، تيقول لي بكفن ديالي نجي لفقيه بن صالح نتدفن هنايا فقيه بن صالح. تنبقاو انا وياك تنضحكو سبحان الله العلي العظيم، تبقاو غير الذكريات وتنبقاو نضحكو انا وياه. وصافي ملي مات الله يرحمه بقات نادى عندها ديك الفكره ديال انني ندير خاصني ندير لباباها الشجره، خاصني نقاد لي خاصني نعاود لي، لان كتشوف القبور تما كيفاش معتنين بهم هذيك السيده اللي شفتوها البنات وداك الراجل، يعني كيعتنيو بالقبور تما كيبقاو كيسقيوهم سميتو، والناس راهم عارفين تما كيجيو من الجمعه للجمعه كيدوروا معاهم داكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى. صافي بقات نادا كل مره كتقولها لي، كل مره كتقولها لي كنقولها واخا 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 بنتي. حتى مؤخرا صافي قلت ان شاء الله غادي نمشي نزورو، واخا انا ما كنتش كنبغي ندي البنات بزاف. ملي شريت الدار البنات، ملي شريت الدار وديت بناتي فرحتهم ومشاو زاروا باباهم وفرحوه في القبر وقالوا ليه بابا راه ماما شرات لنا الدار ورجعتها لنا وهذه، صافي من تما راه ما بقيتش ديت بناتي. حتى مؤخرا يعني المره الاخرى عاد ديتهم زاروه وقالت لي نيت نادا قالت لي ماما شوفي القبوره كيفاش زوينين فاش كنا كندورو، راه يعني وريت لكم تقول لي شوف هذا القبر شحال زوين، شوف هذا القبر مصبغ هذا هكا هذه هكا. صافي حتى خرجنا ومشاو البنات للطوموبيل قلت لهم بلاتي نرجع نشوف شي حاجه، وشفت هذيك المراه والسيد قلت لهم عافاكم لما قادو وديروا لي شجيره وسميتو ترجع ان شاء الله، وداك الشيء اللي بغيتو ان شاء الله نأدي. ايوا الحمد لله ها ملي شفت بنياتي بعدا كاين مرتاحين من جهه باباهم الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا انا عاد غادي ترتاح من جهه باباها، ما غادي يحس بها الا اللي يتيم بحالها. واخا ما عرفتش شنو غادي نعيان نوصف لكم، نادا كانت في شكل مع باباها، يعني كانت متعلقه بي اكثر مني انا، راه كانت تبغي هو اكثر مني انا، نورهان كانت مايله ليا. ونادا كان عزيز عليها بابا، كان باباها دايرها بحال شي صاحب وتخرجها معاه سميتو، داكشي باش كانت متعلقه به بزاف وداكشي باش اثر بها الموت ديالو اكثر واكثر. والحمد لله على كل حال البنات، الله يرزقنا الصحه والسلامه والله يجعلهم يكونوا من الذريه الصالحه اللي بقاو يدعوا مع باباهم، ونهار يا ربي
يكمل عليهم سيدي ربي، وليو تاهما خدامات وموظفات وعندهم يعني الصالير ديالهم، يحاولوا ان يديروا لباباهم شي صدقه جاريه، يبقاو يتفكروا باباهم دائما بالدعاء، دائما بالصدقه، دائما يتفكروا بحاجه زوينه وبحاجه الخير. الحمد لله، اللهم لك الحمد. سنه سعيده عليكم الكويدات ديالي، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة وطولة العمر اللي كتسنى أنها تزوج. يا ربي يجيب لها شي ولد الناس وولد الحلال وينقي طريقها من الشوك، واللي كتسنى في الدرية الصالحة يا ربي يرزقها الدرية الصالحة، اللي مريض الله يشافيه، واللي مات ليه شي حد عزيز عليه يا ربي يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور. الله يعاونكم مع وليداتكم كاع كاملين. بغيت لكم دعوات الخير كيف ما حتى نتوما كدعوا معايا دعوات الخير. الله ينقي طريقكم من الشوك، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق وكحل الراس يا رب العالمين. الله يبعد منا المنافقين، والله يبعد منا شر الخلق، والله يبعد منا ولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين. والله يلاقينا مع محسن منا ويلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. المتتبعات ديالي بوسه كبيره لكم، الله يحفظ.